من أجل نقمة الشعب هذا، من أجل الهدف من مطالبنا والهدف الوحيد هو حكاية التبعية على الدواء يعني باش تكثر كهل المواطن، وخاصة كونه اللي شفناه اللي هو ماهوش معقول بكل هو كونه حب يعديه التبعية على حساب هامش الربح نتاع الصيدلي، فهمت؟ دونك على حساب هامش الربح الصيدلي. فما كلمة توا سمعتها أنا الصيدلي يا حكومة يقول لك أنا الأول في الجباية باش نسكر في النهاية. إيش معناتها أنا الأول في الجباية؟ يعني كي ناخذوا المهن الحرة الكل، أكبر مهنة حرة قاعدة تعطي في الفلوس اليوم للدولة هي الصيدلية. نعطيك مثال سيدي شيفر انكونتستي سيدي شيفر نتاع وزارة المالية. الصيدلي في معدل الصيادلة، الصيدلي معدل الدفوع نتاع الصيادلة هو 20,000 دينار في العام. وقت اللي ناخذوا المهن الحرة الأخرى ما ياخذوش على هذا بعاد ياسر. دونك قلت لك احنا الأولانيين في الجباية، وهذا تنحيط 1.5 من الهامش الربح نتاع الصيادلة، تنحيط 1.5 هذا باش تأدي عندنا تقريب 400 صيدلية في الجمهورية باش يسكروا. امشيوا شوفوا في الجنوب، امشيوا شوفوا في الصحراء، امشيوا شوفوا في البلايص اللي ما فيهمش حتى طبيب وما فيهمش حتى أي خدمة صحية وتلقى فيها الصيدلية. الصيدلية الدواء اليوم هو الحاجة الوحيدة اللي المواطن التونسي ينجم ياخذها 24/24 365/365 ومن بنزرة البنقردان كما يقولوا. إذا كان ثم تاكس باش تتعمل ولا تبيع ولا اللي تحب انت، ما نحبوهاش تكون على كهل الصيدلي. احنا واشيين ونتبقوا، ما احنا الا مواطنين اوبليجي في الاخر باش نتبقوا القوانين نتاع البلاد، لكن مش على حسابنا احنا. ما نقولكش مش على حسابنا احنا، على خاطر عندنا 20% من 2060 صيدلي، فما تقريبا 20% هما الوقت الحاضر من اسيت فيرمتور، فهمت؟ باش تزيد تكمل عليهم، باش تزيد تكمل عليهم هذايا 1.5% معناتها ما عادش يقعد له حتى شيء. احنا هذايا ما هو الا بدا، هذا سي ان ديبو اللي تشوف فيه توا، سي ان ديبو. انا توا سما في بليزير خاطر شفت فارماسيونات من طوزر، من نفطه، من قابس، من قبلي، من بنزرت، من باجه، من جندوبه، الجمهوريه التونسيه كامله موجوده. الجمهوريه التونسيه هذا باش يوريك اللي شيء يمس ما فماش جهات بريفيليجي، هذا يمس الصيدلي في الجمهوريه التونسيه كامله.